معلومات حلوة بسيطة عن الذهب، يعني شنو عيار 24 و18 وعيار 22، شو الفرق بينهم؟ يعني شنو الذهب الأبيض، الذهب العادي ليش لونه أبيض؟ زين، ويعني شنو ماي الذهب أو مطلي بالذهب؟ سريع سريع. لازم تعرفوا أن الذهب مادة نوعا ما لينة، عشان يسوونه حلي لازم يخلونه صلب شوي. فشلون يسوونه؟ عيار 24 يعني ذهب 100%، وهذا لين ما يقدر يصير حلي، فيكون فقط على شكل سبائك 24. عيار 22 91% ذهب، الباقي معادن اخرى نحاس وغيره. عيار 18 75% منه ذهب، الباقي لا، بهذا الشكل. فعيار يقول لك عيار 24 هذا ما هو حلي، يعني قصدي مو مجوهرات، بس يكون سبائك. هذا افضل حلي عيار 22. مرات نشوف مجوهرات مثل هذه، يعني يقول لك هذا ذهب ابيض او هذا مثلا روز جولد يسمونه. شو الفرق ما بين هذا وهذا وهذا؟ كل اختصار هذا وهذا وهذا كلهم ذهب، بس عشان يغيرون لونه يضيفون عليه بعض المعادن ومسألة كيميائية يسحبون منه لون يكون بهذا الشكل، او هني نفس الطريقة ويغيرون لونه. بالنهاية هذا وهذا وهذا الذهب، بل ممكن يكون هذا اغلى من هذا. اغلب شنو؟ اغلب المواد اللي حطوها، تكلفة المواد اللي حطوها شيء بسيط اغلى من هذا. زين، يعني شنو مطلية بالذهب او مطلية بماء الذهب؟ مرات تكون في قطعة والله حديد او نحاس او خيط، يقول لك والله هذا مطلي بالذهب، لونه ذهبي. اول شيء يحولون الذهب الى سائل، خلينا نشوف شلون، بعدين اعلمكم شلون يطلون. هذه حاليا قطعة ذهب، او خلينا نقول سبيكة ذهب 100 جرام، هي ترى سعرها على فكرة حوالي 1800 دينار كويتي. راح يحولونها الى ماء الذهب، يضيف عليها بعض المواد. اول شيء يضيف عليها ماء مقطر، بعدها يضيف عليها مواد كيميائيه، ما بيدخل معكم تفاصيل اسيد وما اسيد وما ادري شلون. عموما تتحول هذه القطعه طبعا بعد ساعات، هذا الفيديو مسرع، بعد ساعات الى هذا السائل، هذا السائل يسمونه ماء الذهب. ترى على فكره هذا الفيديو مسرع، لانه بعد ساعات بحراره معينه يتحول الى هذا السائل، هذا يسمونه سائل ماء الذهب. ماي الذهب هذا يطلون فيه المعدن، اي معدن، لو 50 فلس تجيبها تحطها في ماي الذهب وبمعالجة معينة. بس على فكرة الماي اللي شفتوه اللي مساء حاط 100 جرام واجد، 1800 دينار بقلاص صغير، هذا يعني بس عشان تجربة، بس بالواقع هم يحطون جرام واحد على لتر تقريبا، ويسوون فيه معالجة مثل هذا الشخص اللي حاط نص ريال سعودي، ويوصلون الريال نفسه بكهرباء. وهذا ماي الذهب، هذا ترى شيء بسيط جدا، بالتحريك بهذا الشكل وبالمعالجة الكهربائية المعدن هذا يسحب خواص الذهب ويتحول إلى اللون الذهبي. فبكذي تتحول القطعة المعدنية هذه إلى لون ذهبي. شوف الفرق، هذا الآن هذه وهذه نفس الشيء، بس هذه مطلية بماء الذهب مثل ما شفته. فبالتالي مطلية بماء الذهب يعني جزيئات الذهب طالينها بعملية كيميائية. مثل لا تقارن أبدا ذهب بشيء مطلي بماء الذهب، يعني ولا شيء. ترى على فكرة قلت لكم يحطون جرام واحد سعره 18 دينار مع لتر ويحولون الأشياء إلى ذهب. فبالتالي مطلي ماء الذهب يعني جزء من جزء من ألف من ذهب، ولا شيء، بس يتحول لونه إلى ذهب. كيف أن صاحب هذه التجربة اللي حول 100 جرام ب 1800 دينار إلى ماء الذهب، شوفوا آخر شيء هو قاعد ينقل القلاص، طاح وانكسر. الحين الوسخ اللي تشوفونه هذا او الماي اللي طايح هذا قيمته 1800 دينار، اسمعوا عليكم منه، ترى شكله فنان، يقدر يجمع هذا ويرده مرة ثانية ذهب.